قادت أسرة سعودية طفلها من ذوي الاحتياج من ذوي الإعاقة لتحقيق إنجازات عالمية على مدار عدة أعوام، حيث حصد عدة بطولات في السباحة متغلبا على إعاقته. كما ألهم هذا التحدي العائلة اللي اعتمدت أو عملت على تدريب وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. معنا أكيد الأستاذ حسن الحمدان، مدرب سباحة متخصص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان أكيد معنا مشاري الدخيل وأخوه محمد علشان يتكلم أكثر، وكمان معنا أكيد البطل عبد الرحمن. طبعا البطل عبد الرحمن هذا اليوم قصتنا معاه قصة ثانية بإذن الله، بس خليني أنتقل لوالدك عبد الرحمن حسن إذا ممكن. أبغى أعرف عن مبادرتكم، كيف بديتوها؟ إيش الأشياء اللي جذبتكم والأشياء هذه؟ والله مبادرتنا ببساطة، يعني إحنا أسرة عايشين في مجتمع سعودي زي أي أسرة، ولكن صحيح. لما حدث أنه جاء عبد الرحمن في حياتنا غير من مجال حياتنا، عشان كذا حبينا ننقل خبرتنا للأسر الثانية. هذه الفكرة. جميل جدا. يمكن الناس تفكر مدرب حسن أنه الموضوع صعب، وأكيد واجهت صعوبات أو عقبات معينة طبعاً. وأنت تدرب ذوي الإعاقة طبعاً. كلمني عن هذه الصعوبات، كيف قدرت تتحداها وتتغلب عليها؟ لأنه السباحة كمان يمكن رياضة تحتاج العضلات صحيح. كلها تكون شغالة فيها. كلمني عن ذا الموضوع عشان أسهل المعلومة للمجتمع. يعني تدريب الأسوية سهل جداً، يعني أنت تأخذ فيه كورس كورسين ثلاثة تتقن الموضوع هذا، ولكن لما يكون الموضوع على عدة إعاقات هنا هنا الصعوبة. لما تتكلم عن إعاقة حركية مثلا، أو إعاقة ذهنية، أو أوتستيك مثلا توحد، أو مثلا بصرية، أو هذه كل واحدة لها منهج مستقل تماما هذا الموضوع. جميل. طيب خليني أنتقل لك محمد، كيف حالك؟ خير الحمد لله. مشاري مساك الله بالخير. مشاري أهلين، كيف حالك؟ طيب. مشاري طبعا توحد، طفل توحد، بس محمد انت حتحكي بالنيابه عن مشاري اكيد، فابغى استفسر منك كيف جت الفكره في بالكم انه انتم تودون مشاري للاستاذ حسن اكيد وتخلونه شوي يتمرن؟ في بدايه المشوار، يعني الوالده بدات تبحث باكثر من مجال باكثر من موقع، يعني في اليوتيوب مثلا او في الانترنت بشكل عام، يعني دورت، دخلنا يعني مجالات كثيره مره، مثل ركبنا احصنه، يعني حاولنا نركب نودي علاج مائي. أوكي. يعني في مجالات كثيره، بس ما في نتائج رياضيه. ما في نتائج ابدا، ما شافوا نتائج على مشاري، ما في اي نتيجه لمشاري. فبالصدفه الوالده دخلت جروب امهات كلهم توحد، كلهم امهات توحد، فدلوها على كابتن حسن الحمدان. قالوا إن يعني يقدر يعالج مشاري، يساعد في علاج مشاري، يساعد في علاج مشاري. تقصد محمد يعني إنه يدمجه مع الناس، يقدر يتعامل زي كذا الناس؟ إيه بالضبط. ففي البداية دخلنا قلنا اللهم صل على محمد، يا صلاة السلام. كلمت أستاذ حسن على أساس يدرب مشاري، وقلنا له يعني كيف، ايش الخطوات الاساسيه؟ طب هل مشاري بس اسمحي لي رندا، هل مشاري مصاب بطيف توحد؟ كلمني عن حاله توحد الاصابه حقت مشاري. طيف توحد. في بدايه المجال دخلناه عند كابتن حسن الحمدان، قلنا له يعني اللهم صل على محمد. تقصد الخطوات خليني اسهلها عليك مره كثير محمد. انتم لما دخلتوا مشاري دخلتوا لهدف معين، ايش كان هدف الوالده؟ هدف الوالده ان مشاري يندمج مع المجتمع، يندمج مع الناس، يعرف رياضه معينه. هل لاحظتوا في اي تغيير؟ اكيد، يعني تغير مشاري 180، يعني تغير بشكل ايجابي، يعني اللي هو بدا يندمج مع الناس، بدا يتقبل الناس، بدا يتقبل الناس. طب خليني اسالك استاذ حسن، بما انه مشاري مختلف كثير عن عبد الرحمن، عبد الرحمن ما يتركتك بجيك بطولات جايب لنا من جد، جايب لنا وميداليات لازم ولدنا. ابغى اعرف لما جاتك حاله زي حاله مشاري كيف انت قدرت تتعامل معها؟ هل انت دارس هالحالات هذه؟ كيف ايش الاشياء؟ كلمنا عن هالموضوع. هو الفكره عشان اسهل الفكره على المشاهد، انه مشكله التوحد هي مشكله حسيه،
يعني بمعنى التواصل، هو طفل التوحد هو واثق انه هو صح، حياته سليمة، لكن احنا نظره انه مختلف، لانه الان زي ما نشوف انه جالس في عالم ثاني. فانت كيف تطلعه من العالم هذا؟ كيف تخليه يركز معك؟ كيف تخليه يركز معك؟ انت لو الان يعني لابد شيء حسي يعني صح، عشان انت بتنبهها بتقول لها فلان صح، تعال معايا كذا، ولا كيف الطريقة؟ افضل طريقة عشان تختصر المسافة توجه سباحة، لانه لو تشتت في السباحة او انه سرح يمين يسار حينزل في المويه، فلازم ان يكون متواصل التركيز في السباحه، تقوي تركيزه في السباحه، فانه ما دام انه يحرك يدينه خلاص ويحرك رجله معناه انه انا يسبح يصير تركيزه عالي، فلما تنادي تقول له فلان يلقط معك. براو. من هذا من هذا من هذا المنفذ يبدا تعليم التوحد. حلو. تعليم التوحد ما هو تعليم يعني كثير في ناس يمارسون تعليم التوحد، ولكن تعليم التوحد ما هو شيء سهل، لابد انت تكون مدرب يعني قوي جدا صح عشان وصبور كمان عشان طبعًا تقدر تتعامل صح مع طفل مصاب بالتوحد او الاوتيزم زي ما ذكرت في البدايه طبعًا. في بدايه الكلام استاذ حسن، ولكن لو تسمح لي اسال عبد الرحمن، نورتنا وما شاء الله جايب الميداليات، ابغاك تعرفني عن نفسك، كم ميداليه وفي اي بطوله سواء كانت محليه او عالميه اشتركت؟ انا تقريبا 20 بطوله في المملكه. في المملكه داخليه؟ داخليه. ممتاز. وبطولتين في 2006 و2008. 2006 دبي طبعا المركز الثاني طبعا. ممتاز. 2008 في ابو ظبي، و2007 هي بطوله العالم في الصين طبعا. بطوله العالم. انت البطل العالمي اللي فزت فيها ما شاء الله تبارك الله. ولحقت جيت قبل الفيروس الحمد لله. لا وفي نقطة ثانية أضيفها، يعني عبد الرحمن هو سباح 3000 في البحر في المياه المفتوحة. أنا عندي فضول يعني أجيك للبداية يا عبد الرحمن، بداية ما أنت تعلمت السباحة، كيف تقبلت الفكرة وكيف أنت قررت أنه أنت تدخل بهالمجال وتخوض هالمجال؟ هي عن السبب عن اللي أني أتدرب مع أبوي عن ثقة، لأنه أنا كطفل ما أثق، موية بالنسبة لي شيء يخوف، فطبعا مع الثقة بني الصداقة بيني وبينه في مسألة السباحة، بديت أني أحب السباحة أكثر وأكثر. برافو. لين بدينا نحقق أول بطولة في الأحساء، وبدينا نبدأ بطولة بعد بطولة. مرة حبيت والله، يعني تعرف انت، انا اقول لعبد الرحمن اول ما جلس اقول له انا شايفتك طلع مشهور مره، عبد بطل الرحمن العالم. بطل العالم، وغير كذا الاولاد اللي يتدربون عند عبد الرحمن مره كثير، وانت الان مدرب، فصار من جد قدوه للناس. صحيح. للناس مره كثير. صحيح. خليني اسال عشان ابغى اعرف حاجه مهمه عن مشاري، انتوا عارفين انه كمان في طفل كان بطل المملكه العربيه السعوديه مصاب بالتوحد؟ عارفين هذه المعلومه؟ يعني ممكن مشاري يكون الطفل الجاي ان شاء الله البطل الجاي في المملكه العربيه السعوديه. طيب اهتمامكم بهذا النوع من السباحه مع مدرب يمكن متخصص في هذا الموضوع، قد ايه فرق معاكم؟ والله فرق بشكل كبير، يعني مثل قبل السباحه قبل كان عندي اضطرابات، السلوك سيء، التواصل ضعيف جدا، التواصل ضعيف جدا، يعني نعم. ما كان في تواصل بصري بيني وبين. حلو. يعني اتكلم معه يضيع. اكيد. يعني الحين اتكلم معه وطالعنا. اي الحمد لله الحين. هذا بعد هذا نتاج بعد السباحه. حلو. اما قبل السباحه كان في سلوكيات سيئه يمشي عليها او نمط معين يمشي عليه سيء جدا. يعني مثل علامات الانتظام. ايوه يعني مشيت على نمط معين. يعني حلو. يعني كيف اقول لك؟ طلعت نتائج ايجابيه يعني كويسه مره. في بطولات شارك فيها او حابين نشارك فيها؟ للاسف باذن الله ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. يعني انت خلاص واثق فيه كذا يا كابتن؟ والله ان شاء الله هذول اولادي كلهم ان شاء الله. طيب كابتن حسن، ابغى نعرف اول شيء يعني مين الفئات اللي انتم تستهدفونها؟ ايش مين يعني الفئات الاساسيه اللي انتم تستقبلونها وكم الاعمار؟ بالنسبه لي انا التدخل المبكر هو الحل الافضل. صح. يعني من اي سنه؟ يعني من سن سنتين ثلاث سنوات. نبدا ندخل مع الموضوع الى اربع سنوات يعني كذلك. نعم. فانا اذا ما حليت المشكله وهو طفل يعتبر فرط الموضوع. يعني عبد الرحمن متى بدات تدربه؟ هو خمس سنوات. خمس سنوات. ايه خمس سنوات. طب عبد الرحمن انت ما حسيت بجهد زياده؟ ما حسيت انه انت مثلا
يعني تحتاج انه انت مثلا ترتاح. انت ما شاء الله بتسبح في البحر 3000 متر 3 كيلو بالضبط يعني ما شاء الله. يعني يعني تعتبر انت بتسبح زيك زي الاشخاص اللي الطبيعيين اللي ما فيهم شيء. نعم صح ولا لا؟ صحيح. تقدر تنافسهم؟ ما عندي مشكله. مو تقدر تنافس. ايش توجه كلمه للاشخاص اللي طالعوا او يعطوا انطباع سيء لذوي الاعاقه؟ ايش تقول لهم لما انت تقدر تتحدى وتنافس احد في السباحه طبيعي ما في شيء ويمكن بتفوز عليه؟ ايش تقول له كلمه؟ اكيد اقدر انا اعيش وما عندي مشكله اني انا اكمل حياتي. اذا كنت انا اقدر لازم اقتنع بقدراتي واعرف انا فخور في نفسك؟ اكيد فخور. احنا فخورين فيك قد الدنيا. اكيد اكيد. شكرا شكرا. اكيد عبد الرحمن احنا فخورين فيك، فخورين بمشاري، فخورين انه في اهل واباء يعني فعليا واعيين. انه دائما انا اقول اذا تسمح لي استاذ حسن انه دائما اقول عن الفئه الناس المميزه، ما احب اذكرهم او اصنفهم من اي فئه لانهم صح. فعليا لازم يندمجون بالمجتمع، لازم يدرسون، لازم ياخذون حقهم كامل صح. اذا تسمحوا لي بهالحكي. فابغى اسالك استاذ حسن، دائما تواجهكم مشكله اثناء التدريب خاصه الان لما صارت شوي متعدده الفئات الموجوده عندك صح. فابغى اعرف كيف تواجهونها، ايش الاشياء اللي ممكن تداركونها او تحلونها حتى؟ هي باختصار اوضح حالك انه على حسب الحاله، اذا كانت الحاله ممكن تندمج مع المجموعه أي. اوكي جو هيد ما عندك اشكاليه، ولكن اذا كانت الحاله يعني فيها تحتاج الى وضع معين لا تنعزل فردي ويتشكل الفريق اللي عليه. طبعا الفريق اللي معي مين؟ انا وعبد بن كابتن والكابتن عبد الرحمن واخوه كابتن يوسف ما شاء الله ما شاء الله تمام، والكابتن عصام والكابتن راكان. طبعا المدام هي دعم لوجستي من الخلف اللي هو للتنسيق مع الاسر والماركتنج يعني. جميل جدا. شكرا لك استاذ حسن، شكرا على الدعم اللي انت بتعطيه، وشكرا على الوقت والجهد اللي انت بتعطيه لابطال فعلا. يعني كابتن عبد الرحمن الان اصبح كابتن غير انه بطل العالم، فخورين فيك قد الدنيا. نشكر تواجدك معنا لليوم، وجودك فعلا فخر لينا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ومشان ان شاء الله يصير بطل المستقبل باذن الله. شكرا لكم وشكرا لاهلك الداعمين لهذا الطفل الرائع باذن الله يكون من افضل كمان الكباتن، يمكن يوصل زي استاذ عبد الرحمن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم، نشكر لكم وجودكم معنا اليوم. مشاهدينا نطلع فاصل بس اكيد مكملين معكم.